وقال ارمكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا صابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك نلثي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة حاجة منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة، نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزق ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسان إلى أرواح ما اجتمعنا هنا بسببهم ووصولهم وفرهم ومنتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، واضح اللهم رحمة رضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار، ونجاة لهم من النار، وسترا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. 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 ثم صواب مثلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالي ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الارض الى مغاربها. اللهم اجعل في صحافنا وصحاف والدينا والسادة الحاضرين ووالي ام الجميع برحمتك ورضوانك، وادخلنا واياهم فسيل جنان يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قوم بضيق قبر واللحول إلى جنتك جنات الخلود، إلى ذل المولود وماء مسكوب وفاكة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، مفرش مرفوع ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نستحفظك نستودك إيماننا وديننا وأنفسنا وأولادنا وأملنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك، وأن يهزم كل شيطان مريد وجبار أن يوزع عني وزي بشر وذلك شر إنك لا كل شيء قدير. اللهم جمعنا بعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وإذن موجبات ندامة في الحال والمال، إنك سميع دعاء. واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق صاحب هذا البيت وزوجته عمرة مبرورة وصحيا مشكورة وذنبا مغفورة يا أرحم الراحمين. يا الله يا تهان كمي pada hari ini kami berkumpul di rumah tuan rumah ini dan istrinya ya Allah tersama-sama meraihkan majlis majlis kesyukuran sempena menerima cucunya yang terkini yang diadakan di dalamnya majlis bacaan berzanji dan marhaban dan juga nazam, serta baru saja dilangsungkan bacaan yasin dan juga tahlil serta doa arwah dan doa selamat. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada tuan rumah ini dan isterinya umrah yang mabrur yang menjadi keampunan bagi mereka, dan juga dipermudahkan segala urusan mereka menjalankan ibadah umrah nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kami melainkan bersalah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kehadirat-Mu dengan penuh rendah diri dengan berkat kemuliaan penghulu kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم بارك صاحب هذا الطعام وارزقه وأهله من الحلال، وجنهم عن الحرام، واتم نيتهم وتقبل ضيافتهم، واجعلهم وإيانا من المؤمنين المسلمين الصالحين القانتين المتقين في حياتهم وعافيتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله، على بركة الله وعلى ملة سيدنا رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. ربنا قبل من دعانا وطعامنا وشرابنا ومجلسنا وتياتنا من سورة ياسين قبل القرآن وذكر الحكيم وصلواتنا وتهليلنا ورجاءنا للمرحومين والمرحومات ورجاءنا لصاحب هذا البيت وزوجته إنك السميع العليم. تعالينا يا مولانا عند التواب الرحيم، دعوانا في أسبانك اللهم وتحيتنا فيها السلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.